إذن حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حسين الشامي، مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل. مساء الخير سيد حسين. طبعا ما هي أهمية أو ما أهم مميزات هذه الخدمة والتي تعتبر أو تعبر عن مدى اهتمام وزارة العمل بتطوير خدماتها المقدمة للباحثين عن العمل؟ ما هي أبرز أيضا ما سيتم تقديمه للباحثين؟ مسي عليكم بالخير ومسي على السادة المشاهدين. بداية، نظام التسجيل الجديد طبعا يأتي في ظل جهود وزارة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل والجمهور بشكل عام، إضافة إلى تأتي هي ضمن سلسلة المبادرات لجذب الباحثين عن عمل ترغيبهم بالاستفادة من خدمات الوزارة وتسجيلهم كعاطلين عن عمل. طبعا نظام التسجيل الجديد هو اختصر الكثير من الإجراءات ووفر خدمة إلكترونية تنتهي خلال يوم عمل فقط بمجرد إرفاق المستندات، وطبعا غالبية البيانات يتم سحبها من قواعد البيانات الحكومية اختصارا للوقت ولمزيد من الدقة أمام أو لتكوين قاعدة البيانات الخاصة بالعاطلين عن العمل. فبمجرد دخوله باستخدام المفتاح الإلكتروني يقدر يحدث بياناته في خلال دقائق، يرفق ما يثبت أو المستندات المطلوبة ويملي البيانات. طبعا هي قاعدة البيانات نستخدمها في تحويلها عندما يتم ترشيح، يقوم الباحث عن عمل بترشيح نفسه للوظائف، تتحول هاي البيانات إلى صاحب العمل بإمكانه اختيار ما يناسبه من الكوادر البحرينية. طبعا بمجرد التسجيل في وزارة العمل، الباحث عن عمل يحصل على 3 خدمات رئيسية: مزايا التأمين ضد التعطل بمقدار طبعا 200 دينار للجامعي و150 دينار إلى غير الجامعي، خدمات التوظيف بإمكانه يترشح للوظائف المتاحة في بنك الشواغر في الوزارة، والخدمة الثالثة هي خدمات التدريب بالأحرى، مو خدمة واحدة، بحيث من يقدر يدخل أمام معرض للدورات التدريبية في المعاهد التدريبية، كذلك معرض للتدريب على رأس العمل، خلنا نقول بإمكانه بشكل مباشر يختار في حال أنه ما توفرت وظيفة مناسبة له، بإمكانه مباشرة من خلال جهازه أو الهاتف أنه يختار تدريب على رأس العمل في أحدى المنشآت البحرينية. نعم السيد حسين الشامي، مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل، شكرا جزيلا لك.